ما شاء الله تبارك الله، وهذا مشغول. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم بسوي معكم مشغوثة، هي قريبة من المبثوث، يعني هو المبثوث أخوات. هذا دقيق بر، وهذا دقيق ذرة صفراء. ناس ما يحطون ذرة، لكن أنا أفضل الذرة، يطلع مرة حلوة. ذرة صفراء ودقيق بر معاها، وفي ناس يضيفون بودرة وهذا، بس صحيا هذا أفضل. وبسوي الطريقة معكم الحين. طبعا حطيت واحد لبن كبير، واحد كبير لبن. بضيف الحين دقيق بر ملعقتين كذا، وأحركه أحركه، أستمر في التحريك، أستمر في التحريك مرة عشان ما يتقطع علي اللبن لين يسخن. أبدأ أحركة أحركة لين يسخن. إذا بدأ يسخن بديت أضيف الدقيق بالتدريج بالتدريج. الحين ببدأ أضيف الدقيق شوية شوية. طبعا الذره الصفراء مره مره حلو، يعني اللي جربها انا اعرف ان المشغوثه من الاولين، يعني الاولين الناس الاولين ما يسوونها الا بذره، ما يسوونها ببر ابدا، لكن الحين لا، صار يسوونها ببودره ويسوونها ببر، والافضل انها تكون ذره يا صفراء يا بيضاء، بعدين مفيده مره. حتى الاطفال كانوا يسوونها الاطفال، يعني الاطفال الاول ما يبدا الواحد ياكل ما عندهم سرلاك ولا عندهم مدري كيف، فيبدون يسوون لهم ذرة ولبن زي كذا ويأكلهم. طبعا حتى طعمها يطلع مرة حلو، الأكلها في الفم أحلى. طبعا حطيت الحين ذرة، كلها ذرة اللي حطيتها الحين، وأبدأ أحرك وأشوف كيف سمكها، يعني إيش أبغى، بزود بر. طبعا استمر زي ما كده، استمر استمر لين تغلي عشان ما تخرب علي تتقطع، شفتي كيف. طبعا هذا الاكله هي اكله غامض وزهران، يعني حتى انا والله ما اشوف ناس يسوونها، بس انا سويتها على اللي اعرفه وعلى طريقتي، وان شاء الله ما حد ينتقدني، ان شاء الله انها تكون كويسه. هذه طبعا ما توقف، شيلين يدك مره على طول تحريك. الحين بدات كيف بدات تغلي، يعني انا ابغى اسمك من كذا، وبضيف البر الحين، بس ما بضيفه لانه خلاص حار، لو ضفته وهو دقيق بيجي كذا تكتل يتكتل ويصير قرد. الحين شوفي البر حطيت عليه مويه بارده شويه، وبضيفه شوي شوي علشان ما يتكتل علي. طبعا البر نص مقدار الذرة، شو بدأت تثقل، وخلاص استمر في التحريك. لو مثلا صارت ثقيلة مرة، حتى لو تضيفين شوية حليب عادي، يعني قليل لا تكثرين، وانا افضل انها تجلس، يعني طعمها اللبن احلى. لو مثلا ثقلت عليك ولا شيء حطي شوية موية حار وخلاص، بس يبغى لها اقل شيء نص ساعة على النار، نص ساعة واكثر تقصرين عليها، وكل شوية تحركينها كل شوية تحركينها لين تستوي. شبي كيف، ما شاء الله تبارك الله. بحط ملح قليل مرة، الملح مرة ما أكثر، شوية بس، لأن اللبن كثير، اللبن ما يحتاج ملح كثير. الحليب إيوه لو تسوينها في حليب ترى عادي، حتى الحليب يضبط، يعني إن بغيتي حليب وإن بغيتي، بس الحليب يحتاج ملح كبير، يعني يمكن ملعقة كبيرة.
هذا لا يا دوب، لاني حاطه واحد لبن كبير. طبعا خلاص الحين بدات تغلي، وهذا قوامها طبعا مره سايله، بس ما بتثقل الحين مع النار، بتثقل شويه بتثقل. طبعا انا اتركها الحين، اقصر عليها نار مره هاديه واغطيها خلاص، وكل ثلاث دقيقتين دقيقه يعني الوقت اللي تحب احركي وانا اشتغل بالمطبخ، افتح القدر واحرك، افتح القدر واحرك لين تتسبك، اقل شيء نص ساعه. الحين بقصر عليها وخلاص. وهذا ما شاء الله المشغوطه، العيش المشغوطه، ما ادري والله شو كل واحد. هذه هي حتى اللون كيف تغير، والله لها اكثر من نص ساعه، اكثر من نص ساعه. وهذا الحال اذا تبغانها تضبط لازم تطبخ كبير. الحين خلاص لها اكثر من نص ساعه. طبعا كل واحد اللي يحب، تحبينها سميكه، تحبينها على حسب اللي تحبينه انت، على راحتك. انا احبها وسط، لا احبها مره ثقيله، عشان لو جلست بعدين عندك تطلع زي تنشف شويه، تطلع قاسيه شويه لو بقي شيء ولا. الحين خلاص ما شاء الله تبارك الله، خلاص بحطها بالحافظه وخلاص. ما شاء الله تبارك الله، وهذا مشغوله. طبعا تبغين تحطين فوقها سم رضيفه او تخلينها لوحدها في صحن، انا افضل انها تجلس لوحدها ما تنحط، لانها تروح تذوب مع تحطينها في وحده، واللي يبغى يغرف يغرف سمن وعسل او اللي يبغى رضيفه. وهذه المشغوثه، وهذا الرضيفه، وهذا العسل اللي يحب العسل، وهذه هي هنا. طبعا تنأكل اكثر شيء مع الرضيفه شبه، ما شاء الله تبارك الله. وعلينا وعليكم بالعافيه ان شاء الله.